دولة معين وبراقش ونشان، ما إن تذكر هذه المدن الأثرية ترسم في مخيلتنا حضارة تاريخية ضربت في جذورها عمق التاريخ. ما تبقى من آثار يدل عن عظمة هذه الدول وسير حياتهم وشعوبهم. ظلت معالمها صامدة أمام كل التغيرات المناخية على مدى العصور المتعاقبة، حتى الحروب القديمة لم تستطع أن تغير ملامحها. التهديدات التي تعرضت لها المدن التاريخية خصوصا في الأربعة الأعوام الماضية هي أن الميليشيات الغازية الحوثية القادمة من صعدة ومحافظة عمران حولت تلك المدن إلى ثكنات عسكرية، مما جعل المدن التاريخية عرضة للقصف المدفعي، الأمر الذي أدى إلى تدمير معظم معالم هذه المدن ما تعرضت له من هذا القصف العشوائي والحفر كمتارس. مع قدوم طوفان الدمار الحوثي وطأت أقدامهم على هذه المواقع، فسعوا جاهدين لنهب كل ما تحمله هذه المواقع من آثار، فأي شيء يستطيعون حمله أخذوه وما كان ثقيلا دمروه. لم يتركوا أي شيء جميل في هذه الأماكن الأثرية، فما لم تستطع الطبيعة تدميره كانت الجماعات الحوثية الإرهابية كفيلة بالإجهاز عليه. لقد تعمدت ميليشيات الحوثي الإنقلابية بتدمير ونهب وتجريف المواقع والمدن التاريخية في محافظة الجوف، حيث قامت في السنوات الماضية بالسيطرة على مدينة طراقش ومدينة البيضاء والسوداء وكذلك مدينة معين، وقامت بتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وقامت بنبش هذه المدن التاريخية وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مما أدى إلى تدمير ونهب هذه المدن التاريخية. استخدمت الكثير منها ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح، وقبل خروجهم منها زرعت بكميات كبيرة من الألغام والمتفجرات داخل هذه المواقع وحواليها. فهذه الآثار من بقايا عيارات نارية وكذلك مقبرة لقتلهم تظل شاهدة على أنهم مروا من هنا. براقش الواقعة جنوب محافظة الجوفة كانت الأكثر تضررا، مع مدينة نشان اللتان تعرضنا لقصف مدفعي من قبل ميليشيات الحوثي حولتهما إلى مدينة من ركام بعد أن خرجوا منها، فهما ليس إلا نماذج لما حصل من تدمير للآثار في محافظة الجوفة، ويدل على مدى رغبة الحوثيين في مسح الآثار عن المحافظة. تظل هذه المدينة الأثرية شاهدة عن عبث ميليشيات الحوثي في الآثار في محافظة الجوفة. مدينة براقش واحدة من الآثار التي دمرتها ميليشيات الحوثي واستخدمتها كثكنة عسكرية، حالها حال المواقع الأثرية الأخرى التي دخلت فيها الميليشيات الحوثية. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم من مدينة براقش الجوف.